لما كنت أدرس في الجامعة في الرباط كان يأتيني بعض الشباب الذين يدرسون في البكالوريوس وعرفوا وفطنوا إلى أن شهادتهم وأعلى منها بدون كتاب ربنا هي كما كان يقول لي شيخنا مصطفى النجار السلوي ورحمة الله عليه شهادة زور. كان يقول هذه الشهادات شهادة البكالوريوس الدكتوراه شهادة الماجستير موجز في الدراسات الإسلامية موجز في علوم الشريعة وهو أصل علوم الشريعة التي منها تصدر وإليها ترجع وهو كتاب الله لا يحفظه ولا يحسنه. يقول هذه شهادة زور. ففطن هؤلاء الطلبة إلى أنهم ينبغي أن لا يحملوا شهادة زور. فكان أحدهم يقول لي أريد أن أذهب أحفظ القرآن وهو انتهى من البكالوريوس يريد أن يعيدها جذعة فيذهب إلى البادية وإلى الكتاتيب فيلتقي مع أبناء 6 سنين والسبع سنين وهو ابن 20 سنة وابن 22 سنة. فجاءني أحدهم مرة وقال الشيخ أنا هذه قضية أطفال كيف نصنع؟ قلت له أنت ما زلت طفلا في العلم، هذا أنت جثتك جثة رجل لكن مستواك العلمي مستوى طفل فلا يضرك حينئذ أن تجلس مع هؤلاء الأطفال. أنت جثتك جثة رجل لكن مستواك العلمي مستوى طفل. ثم لما يعني طوفنا في الأرض قليلا والتقينا بأصناف الناس والتقينا بأصناف طلبة العلم من البلدان من بلدان شتى وجدت في كثير منهم ولعلي إن قلت أكثرهم لم أبعد وجدت اشتغالا بشتى أنواع العلوم. هؤلاء يشتغلون بالعقيدة، هؤلاء يشتغلون بالحديث، أنا وجدت رأيت من يريد أن يشتغل بالأصول أولا أصول الفقه أولا ما درس فقها ولا عربية ولا ولكنهم جميعا يجتمعون في سمة واحدة لا يبدأون بكتاب الله. فجعلت أتأمل أين يؤخذ بالناس ذات اليمين وذات الشمال عن كتاب ربه وأي علم يراد طلبه وكتاب الله تنأى عنه الطلبة وأي استقامة تراد لم يوجهها كتاب الله وأي اشتداد صلب يراد في باب العلم ولم يشده كتاب الله. فنعقد الدورات، دورة في كتاب كذا، دورة في كتاب كذا، دورة في كتاب كذا، في العلم فلاني، في العلم العلتاني، وكتاب الله يزاحم ويتخذ له الضرار بالكتب. ونجتهد في رمضان، هذه دورة علم، دورة قرآن، هذه دورة تجويد، هذه تسميع، هذه تحفيظ، وأحدنا يفرح إذا حفظ جزئين أو 3 أو 5. قصارى همك يا طالب العلم أن تحفظ 5 أجزاء أو 10 أجزاء من القرآن. يروى عن عائشة الله أعلم بصحة ذلك وعدم صحته أنها كانت تقول عجبت لمن يعيش 60 عاما كيف لا يحفظ 60 حزبا. وهذا وإن لم يصح عن عائشة فهو حقيق لأن يعجب له، كيف هذا الذي يعيش 60 عاما لا يحفظ 60 حزبا. قصارى همك يا طالب العلم أن تحفظ 5 أجزاء و10 أجزاء من القرآن.